انا ما تنمو اعمالي كلها جنونيه، يقول لي العمل اللي ما درته عاقل يعني. مرحبا، واضح معكم الممثل رغيس محمد، ممثل جزائري. استطيع ان اعبر على قيمه الجزائر والعالم الجزائري قد ما نعبروا على الجزائر، ما نقدرش نعبروا. كل نشكر الطاقم الفني اللي فريق مسلسل الفوندو والبرودكشن تاعهم الحوار، حاولنا ننسقوا مش نلتحق بمسلسل الفوندو، وبعد ذلك نكون مع في مسلسل يما ثلاثة، لكن للأسف ما قدرناش ننسقوا الوقت بيناتنا. من كل أعماق قلبي نتمنى النجاح المخرجة سوسن الجمني والطاقم الفني والفريق بتاع الفوندو، وإن شاء الله في مشاريع أخرى إن شاء الله. أنا حاولت من أجل ناخذ فرصة، أخذ فرصة في عالم التمثيل في الولايات المتحدة الأمريكية. عملت كاستينج في عدة أجنسيز، وأخذت عقد في لوفستون أجنسي، لكن كانت الكورونا وكانت عندي التزامات عائلية فلم أستطيع أن أكمل ذلك. أنا نظرتي في الحياة دائما بسيطة، لكن فكري كبير. ما كان حتى حاجة حبيت نغيرها، لأنه إذا حبيت نغير حاجة من هذه الحوايج اللي صراو لي كانت ألف حاجة وحاجة ما تكونش درك. كان اللي يحس في نفسي أن إنسان عندي إحساس قوي جدا، لدرجة أنه ما نفهملوش هذا الإحساس وراء الكاميرا. كما نبدأ التمثيل ونسمع كلمة أكسيون، واو بيوتيفول، تمتع بزاف، تمتع بالآلام بالأحزان، تمتع بالأفراح. نحب بزاف التمثيل. مكسيك جميلة جدا، كانكون ومكسيكو. رحت المكسيكو، نحب زيد نروح المكسيكو. في نصيحة مهمة جدا والله قالها لي إنسان كبير، ربي على خير، قال لي لازم نهار كي تتعلم كيفاش تمد وكيفاش تدي وكيفاش تقسم ثم تنجح في حياتك. أشكركم على هذا هذه المحادثة وهذا الكوميونيكيشن وهذا الحوار الجميل، ونحيي الطاقم الفني تبعين واضح.